السلام عليكم فاميلا، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم جمال الفائي والطيبون والطيبات. ناس كاين شي بعض الناس ما كيحملوش نقول لك جمال الفائي، اصلا شكون هذا الحمق هذا اللي غادي يدير فيديوهات في اليوتيوب غير لونسيهم والناس كدوز يعني فتره الامتحانات وراس العام قريب وداك الشيء. شكون هذا؟ شكون جمال الفائي؟ تاكل الشوكولات غادي دايره 10 دراهم تقول مالي غلاضيت. من الاحسن هاد الايامات هادي ديال البرد تبقى تضربوا الليمون. ابار داكشي هاد الفيديو غادي نفرقعوا الرمانه، غادي نهضروا اليوم على مؤشرات تدل على قرب انتهاء العلاقه، حيت خاصكم تعرفوا واحد الحاجه الاخوان، انه في بعض الاحيان الطرف الاخر ما كيقدرش يقول لك سدينا. علاش؟ حيت بعض المرات تيخليك احتياط، يمشي يقلب على شي حاجه اخرى احتياط. المهم هاد الفيديو غنحاولوا نهضروا اون جينيرال، غادي نهضروا يعني مع الازواج، غادي نهضروا كذلك على الناس اللي عايشين في علاقه خارج اطار الزواج التي لا انصح بها انا ابدا. المهم العلاقه تتسم بين الرجل والمراه بحساسيه وتعقيد، ومن الصعب للرجل ان يبدي رغبته بالانفصال عن شريكته بالاخص المغربي واذا لم يتمكن من الاستمرار معها. كتحاول انك تدخل الدارجه مع العربيه بحال كداب وحق الله. واني خاصكم تعرفوا واحد القضيه، ان الرجل يمتنع عن ابداء رغبته في الانفصال صراحه، ويقوم بتصرفات معينه ينبغي على المراه ان تفهم راسها، ان تنتبه اليها، لانها تدل على عدم رغبته بمماصله الحياه معها. يعني اولد واحد الموقع سميتو فاميلي شير، هذا واحد الموقع زوان. مجموعه من العوامل التي تدل على ان الزوج يفكر في الانفصال عن زوجته او الحبيب او الحبيبه اول نقطه وغادي غادي القى بزاف منكم دابا اللي كيتفرج فيا وعايش هذه القضيه، انه الراجل كيمتنع على المشاجره والنقاش. هو واخا تبلبلي واخا شنو دابا اخي، بحاجه هو انك انت تكون كتصور فيديو ويصوني الله سمحوا لي دقيقه ندير الطياره. هادي هي ديال داك الديسك ديال دار لي الطيارة، غنديرها لا شي طيارة 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 هاهي، و هادا ديال دارت لي الطيارة، ورا دارت لي الطيارة، كانت يصونو دارت لي الطيارة، دابا أنا صونو عليا درت ليهم الطيارة. المهم يمتنع عن المشاجرة والمناقشة، عندما يمتنع الرجل عن النقاش أو الشجار مع زوجته أو حبيبته فهذا يعني أنه لم يولي أي اهتمام بعلاقته معها، يعني السيد راه مبقاش مسوق، السيد صافي بركة. أما ملي كتلقاي واحد الإنسان أنه كيناقشك كيدابز معك بعض المرات، هذاك الشيء يعني كيخلق واحد الود بيناتكم، يعني راه مهتم بك، ما حدو كيدابز معك كيتناقش معك راه مهتم بك. اما تبغي تدابزي معاه ولا تبغي تجدي داك الشيء لا لا صافي انا اللي غلطت، انا اللي غلطت، سمحي لي صافي، انا اللي ما كنسواش، انا اللي دحش، فهمتي؟ صافي راه ما بقاش مسوق ولا طالب هذا السله بالعنب. ولكن راه كاين انواع، كاين اللي اصلا راسو ضار وما باغيش يدابز معك، عارف قبيحه. ثاني حاجه هو اظهار السلبيات، هذه كتلقاها في الشاب المغربي والشابه المغربيه، انا خايب، انا خايف عليك مني. شوف انا ما نصلحش ليك، انا عارف راسي انا ما نصلحش ليك، انا عشاقه من لالا. من الطبيعي ان يظهر كلا الطرفين افضل ما لديه امام الاخر، يعني الا كان كيعجبك غادي تبين باللي راه فهمتي، راه انا في شكال، انا واعر، انا بنت الناس، انا رجوله هادي. ولكن عندما يعمل احدهما للحديث عن سلبياته واظهارها فهذا يدل على انه يحاول توصيل رساله سلبيه له. وكيف ما قلت لكم راه هذه راه موجوده في الشباب ديالنا، انه تقول لك انا خايب، انا نخاف عليك مني، تستاهلي محسن. والاخر تقول لي تستاهل محسن مني، يا راه غاد تصدروا، راه هي كتهضر مع الشيباني. ثالث حاجة هو عدم الالتزام، إذا كان الرجل يعني ملتزم بالعلاقة ديالو مع الحبيبة ديالو أو الزوجة ديالو فهذا يعني أنه يرغب بالبقاء معها، أما إذا تملص من التزاماته فإنه يقود أواصر الحب مع الزوجة، يعني راه باينة. رابع حاجة لا يمدحها، ما عمرو يشكرك، ما عمرو يقول لك تبارك الله عليك مثلا جيتي زوينة كذا كنفرح ملي كنتلاقى بك ولا كذا، حيت شنو تيقول؟ تيقول دابا مثلا نجيكم الصراحة، تيقول دابا أن هذيك السيدة كتبغيني،
الا قلت لها كلمه زوينه غتزيد تلصق، بحال غتعطيها واحد شعله الامل، فهمتي؟ واحد الشعاع ما عمره ما يمدح. كذلك يمتنع الزوج عن مغازله زوجته او توجيه اي عباره ايجابيه لها اذا لم يرغب في الاستمرار معها. المهم اخوان، الاشاره فقط، راه ماشي، راه كاين شي رجال راه كيقوموا بهذه العمليات، يعني كيقوموا بهذه التصرفات، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش انه السيد راه باغي يتفارق معك. غير باش نكونوا متفقين، الزوجه راه ماشي مكلخه. بعض المرات الزوجه كيغلبوها الاحاسيس ديالها، ويعني وكتع يعني بحال هي كتعامى، هي راه عارفه شنو كاين، وهي كتعامى وهي ديالها، يعني كيشوف بالراجل ديالها مثلا راه كيشوف في الزنقه وباغي يمشي مع شي وحده اخرى كدير. المهم اخر نقطه هي لا للحوار، امتناع احد الطرفين عن محاوره الاخر بشكل ودي، يعني بالطبع انه لم يعد يرغب في استمرار العلاقه. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا، يعني باين النقطه الاخرى، لا لحوار، ما باغيش يهضر وما اصلا ما يهضر، واصلا تيبقى يقول ايوه 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 ايوه، هذه ما محتاجاش اصلا نبقاو نهضروا فيها، راكم عارفين شنو كاين. المهم تاكلوا الشكلاط زوين، فقط دابا شي وحدين عزيز عليهم الشكلاط وقرا طعنتهم. المهم كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، كنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع اصدقاء ديالكم. رجعت سلسله نصائح الكاليتي ناقصه ميته، بعض المرات تيتقطع الفيديو، صبرش غنديروا هذا البث عزيز، وهذه السلسله عزيزه على الناس. المهم كنبغيكم بزاف، شكرا لكم على المتابعه، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، تعليق، مواضيع يبغيو تشوفوها مستقبلا، بارطاج الفيديو مع اصدقاء ديالكم، دير اشتراك على القناه، مرحبا بقناه جمال الفا، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، السلام عليكم. खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हग करके। I wanna see you मैं तेरा ना